سلام على الهدف الرائع، يا سلام على الهدف الرائع من رياض بودبوز على الطاير، والهدف الثاني جميل جدا، جميل جدا الهدف. 2-0 في النتيجة، وفرحة كبيرة عند اللاعب رياض بودبوز واللاعبين وكل اللاعبين موجودين في دكة الاحتياط. شوف 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 المحاولة، شوف المحاولة، شوف كيف الكرة مرفوعة بشكل جيد، يتركها يتركها اللاعب براون وعلى الطاير رياض بودبوز. رائع، من أروع ما يكون، من أروع ما يكون. هدف جميل جدا، هدف جميل جدا، وواحد من أجمل الأهداف حتى الآن في الدوري الفرنسي منذ بداية الدوري الفرنسي. رائع جدا على